بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ النهارده جايب لكم فيديو على غير العاده، يعني فما بحب الفيديوهات السريعه اللي بتتسجل بسرعه، عشان للاسف ما بقاش فيه وقت ان انا اجي من الشغل اقعد اسجل كورس او سلسله محاضرات، فالموضوع بقى صعب شويه بالنسبه لي. فالنهارده جايب لكم فيديو جميل جدا، انا متاكد انه هيفيد اي حد بيسمعه. النهارده معانا قناة اسمها قناة الباشمهندس سامح الشحات عطية. حضرتك لو كتبت في السيرش بتاع اليوتيوب سامح الشحات حتى بالعربي، هيجي لك القناة بتاعته. هي قناة متخصصة أصلا في شرح المحتوى الهندسي الخاص بالمكتب الفني. بص، ممتاز جدا يا باشمهندسين، يعني يعتبر أحسن مهندس بيشرح مكتب فني أنا شفته في حياتي، وعن تجربة كمان، لأنه يعني صديق شخصي ليا وبعزه جدا وبحترمه جدا واشتغلت معاه شوية كتار. لا، ممتاز جدا جدا جدا، أنا شخصيا اتعلمت منه حاجات كتير. فيعني أنصح الناس اللي موجودة عندي في القناة إن هي تشترك في قناة المهندس سامح عطية أو سامح الشحات. فالقناة يعني عليها محتوى مميز جدا، من حيث القناة لسه بادئة، يعني هو مش عاملها من زمان ولا حاجة، هو لسه يا دوبك بادئة، بس هو ما شاء الله يعني نشيط وبيشرح على طول فيديوهات باستمرار فيها. وانا متأكد ان في خلال فترة قليلة جدا القناة هيبقى يعني صيتها هيبقى كبير، وهتبقى يعني هتخدم مهندسين كتير ان شاء الله. القناة عليها زي ما قلت لكم القناة متخصصة في شرح المكتب الفني فقط، هو بيشرح اجزاء المكتب الفني فقط، شوب درونج انشائي، شوب درونج معماري، حصر هندسي، تسعير. هو ممتاز جدا كمان يا باشمهندسين في حتة التسعير دي، بيشرح التسعير بطريقة ممتازة جدا، يعني غالبا كل الناس هتستفيد منه ان شاء الله. زي ما شايفين حضراتكم قدامكم كده، دي قوائم التشغيل. فده هو شرح جزئية كده، كورس حصر الخامات. غالبا ده مش محدش شرحه على اليوتيوب اصلا، انك ازاي تحصر الخامات اللي انت هتستخدمها في الشغل. مثلا انت دلوقتي هتشتغل في اعمال النقاشة، ازاي تحصر الخامات اللي عندك، هتحتاج كام باستيلا بلاستيك، هتحتاج كام شقارة معجون، هتحتاج صنفرة قد ايه، الكلام ده كله ده. وكذلك بقى لكل البنود، المحارة، المباني، الجبسن بورد، الجبس البلدي، ايا كان البند اللي انت هتشتغل فيه، الكهرباء. هو ما شاء الله شرح الحاجات دي كلها دي بالتفصيل. وبرضو عامل كورس شوب درونج معماري عبارة عن 20 محاضرة، اللي هو اللي قدام حضراتكم ده، وكورس التسعير قدامكم هو 9 محاضرات، وغالبا هو لسه مكمل فيه، يعني هو كل يوم بيشرح فيديوهات جديدة يعني. وعامل برضو كورس 18 محاضرة استراكشر شوب دروينج، يعني شوب دروينج انشائي، وكورس الحصر الهندسي طبعا، يعني شرحه باحتراف جدا. وعامل فنيات في اعمال المكتب، في اعمال الحصر ومستخلصات، وشرح من مستخلصات والعقود بطريقة جميلة جدا. انا شخصيا دخلت ونزلت كذا فيديو واتعلمت منهم حاجات كتيرة جدا، ازاي تعمل مستخلصات، ازاي تعمل عقود مقاولين، ازاي تعمل عقود مقاولين باطن، الحاجات ده كلها دي، وورقيات المكتب الفني بقى اللي هي الحاجات اللي ان سي ار والكلام اللي داخل في بعضه، اللي احنا يعني اغلبنا ما يعرفوش. فلا شرح يعني كمية معلومات جميلة جدا، ربنا ييسر له الحال. زي ما قلت لحضراتكم، وبرضو زي ما اهو لسه بقول لكم اهو، شرح اعمال الورقيات لمهندس المكتب الفني. ما شاء الله يعني القناة خاصة باعمال المكتب الفني بس، فاللي عايز يتعلم مكتب فني كويس عليه وعلى المهندس سامح الشحات، يعني اظن ان هو احسن واحد بيشرح مكتب فني، وكله موجود على اليوتيوب، والراجل ما بيبخلش باي معلومه، والراجل بيرد على اي حد يعني هو كمان لسه اقول لكم القناه لما تكبر شويه يعني ان شاء الله، ويبقى عنده عدد مشتركين كتير، مش هيعرف يرد على حد. بس هو حاليا ما شاء الله يعني بيرد على كل الناس، وراجل خدوم جدا. فانصح الناس ان هي تشترك عنده في القناة، واشتركوا برضو عندي انا في القناة، يعني انا راجل غلبان يعني برضو لسه على قد حالاتي. شكرا يا باشمهندسين، ان شاء الله الايام الجاية هيبقى في فيديوهات، دعواتكم كده ان انا اقدر استمر، لان ضغط الشغل زيادة شوية، فباجي من الشغل متأخر فما بعرفش اشرح فيديوهات، وفي نفس الوقت مش هينفع اسيب الشغل طبعا. فيعني
دعواتكم كده بتيسير الأحوال. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.